معرفة والتفكه في ملكوت السماوات والأرض وأجرام السماوات والأرض. فأنا مش عارف هذه النظرة العلمانية التي عاش فيها الناس كأنما يرفضون معالم الدين وهوية الإسلام بذلك على اعتبار أن العصر لا يتماشى مع ثوابت الدين. فلما تقول لهم ده ربنا قال في القرآن ما ينفعش حضرتك انك تعمل كذا او ما ينفعش حضرتك انك تبيني شعرك او ما ينفعش كذا، يقول لك اساطير الاول، الكلام ده كان زمان. فربنا بيقول انهم هيجتهدوا في نشر هذا القول اجتهادا عظيما جدا، لدرجه ان يخلوا كثير وفريق من الناس كثيرين يقلدونه. فربنا بيقول ليحملوا اوزارهم كامله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويجي بقى الفريق الثاني في الآيات اللي احنا قرأناها، ربنا يبين ويبرز علامة المؤمن عند سماعه الوحي وما أنزل إليه من رسالة الرب تبارك وتعالى، فيقول وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. كلمة خيرا جاءت نكرة، وكلمة خيرا كده في البلاغة درسناها إذا جاءت نكرة فإنها تفيد العموم. لما ربنا قال قالوا خيرا ما بينش إيه اللي قالوه بالظبط، يعني ما قالوش ده كتاب ربنا ده فيه هدى ونور، إنما قالوا خيرا. فكلمة خيرا شملت كل معاني الكمال والجلال. فكأن المؤمن تقول له إيه القرآن بالنسبة لك إيه، فواحد يقول لك هدى والتاني يقول لك سكينة والثالث يقول لك نور والرابع يقول لك فرقان والخامس يقول لك شفاء لما في الصدور والسادس يقول لك بركة والرابع يقول لك منهج النجاح والفلاح والصلاح في حياتي وهكذا. فمن كل الخير قاله المؤمنين في شهادتهم على ما أنزل ربنا تبارك وتعالى. فالمؤمن هو الذي يتفاعل مع القرآن ويستشعر أنه خير في حياته، والخير ده متقلب ومتنوع على حسب، تلاقي نفسك متضايق ومكروب تقوم تقرا شويه قران تلاقي نفسك ربنا يعني فرج اسارير صدرك ورفع عنك الضيق، تقوم تصلي ركعتين بالقران تلاقي حاله من السكينه والهدوء النفسي وراحه البال ما حصلتش قبل كده، تلاقي نفسك بتجتهد في مشاكل وحل مشاكل تلاقي ايه من القران كده جابت لك الحل من حيث لا تدري، ولا في تفاعل مع القران. يذكرنا ذلك بحال الصحابة رضوان الله عليهم مع القرآن الكريم، يعني اجتهادهم كان غير اجتهادنا وتفاعلهم كان غير تفاعلنا خالص. الصحابة كانت قلوبهم حية كده يقظة، فكانوا يسمعوا الآية من كتاب الله لها تفاعل تاني خالص معهم. فمثلا في مراه مسلم معروف أو قصة أبي الدحداح مثلا، لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج ويقرأ عليهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ويغفر له والله غفور رحيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فسيدنا الدحداح بيقول له سمع اللفظ كده قال من ذا الذي يقرض الله، احنا اللي هنقرض ربنا؟ قال يا رسول الله ويقبل الله منا القرض، يعني ربنا يقترض مننا احنا؟ فقال نعم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يشير الى ايه؟ إلى أن معاملة الخلق وما تفعله للخلق هو ده اللي أنت بتقدمه لربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعبني، فيقول كيف تمرض يا رب وأنت الرب، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض، فلو كنت عدته لو أنت زرته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت الرب، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جائعا فوالله لو أطعمته لوجدتني عنده، وهكذا. فليفعل خير للخلق كأنما ده، شوف ربنا وصل للأمر يقول لك إن أنت يعني يحثنا على الخير وبعدين يشعرنا أن الفضل ده مننا احنا مش منه، وسبحان الله هو الذي وفقنا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأهل الجنة يقولوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فربنا يقول لك طب أنا أقترض منه، هو اللي بيحنن قلبك على أخيك، يقول لك فلان ده محتاج أعطيه، أنا اللي بقرضك أعطيني أنا مش ليه هو.
فلان ده جائع أطعمني أنا ليس له، فلان هذا عريان أكسني أنا ليس، وهكذا. فسيدنا الدحتاح يقول له يا رسول الله ويقبل الله منا القرض؟ قال أجل يقبل الله منا القرض. قال فإني أشهدك أني أقرضت حائطي الله ورسوله، وكان له حائط فيه 600 نخلة. ودي ثروة، هم كانوا تجار التمر في الم... يعني ده له بستان فيه 600 نخلة، ده دي ثروة عظيمة جدا، ده ماله. كان له حائط فيه 600 نخلة، فقال إني أشهدك أني أقرضت حائطي هذا الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخم بخ، يعني علامة على سبيل التعجب، يعني ما شاء الله ما شاء الله. التصديق اللي حصل لأبي الدحداح إنه انطلق إلى حائطه، وكانت أم الدحداح بداخله، وكان له صبيان يلعبون قد وضعوا في أكمامهم بعض التمر في جيوبهم كده بعض التمر، فنادى على امرأتي فقال يا أم الدحداح اخرجي من حائطنا هذا فإني أقرضته الله ورسوله. فتقوم هي ترد عليه تقول له إيه بقى؟ تقول له ربح البيع أبا الدحداح. وتقوم مجمع العيال ولادها وتطلع التمر اللي في جيوبهم تحطه مكان، شوف الصدق والتفاعل، وتخرج مع أولادها وصبيانها إلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد هذا المنظر البديع الرائع، يعني موقف من مواقف الصدق الذي ندر، فيقول كم من عرق الرداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عرق الرداح، رداح يعني يتثاقل بما، يتميل يمينا ويسرة قد تثاقل بما فيه من التمر في الجنة لأبي الدحداح. ده تفاعل عظيم جدا مع آيات الله عز وجل. الناس دي استشعروا من القرآن في حياتهم وتطبيقه له وضع تاني خالص. طب انت هسألك سؤال، تتوقع ان أبو الدحداح لما عمل كده كان لا يظن انه لن يكون هناك عوض من الله عز وجل؟ كان ده مش يظن، ده يوقن. يا اخوانا سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول خرجت من مالي 3 مرات، يعني يتصدق بثروته كلها وهو من عين اعيان اهل المدينة كلها، ما حدش يقدر يعملها مننا، ما حدش يجرؤ اصلا يعملها. ده بيخرج من ماله كله 3 مرات، وبيقول لقد بلغ بي الحال أن لو، شوف بقى بيقول بركة هذا التفاعل مع كلام الله عز وجل، بيقول لقد وصل بي الحال أن لو قبضت قبضة من تراب فاتجرت فيها لربحت. شوف وصل الأمر لإيه، فحالة صعبة جدا. يعني تخيل أنت لما النبي عليه الصلاة والسلام يكون قاعد كما رواه مسلم في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، أكثر واحد غني أكثرهم مالا أبو طلحة الأنصار، وكان له حديقة مستقبلة المسجد تسمى بيرحة، اسمها بيرحة قدام المسجد، وكان فيها ماء طيب، كان فيها عين بئر كده طيب، يعني بستان قدام المسجد وفيها عين طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجلس فيها في هذه العين ويشرب منها، ده يعني حاجة مميزة جدا. وبعدين نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال أبو طلحة الأنصاري يا رسول الله والله إن أحب مالي إلي بيرحة، دي أحب حاجة عندي لأن فيها كل المؤهلات اللي تخلينا مستقبلة المسجد، بستان جميل ثمر طارح فيها ماء رائع، ملتقى ومنتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرب، كفاها بركة يعني. فيقول له بخ بخ ذلك مال رايح، رايح بالياء كده، رايح يعني إيه؟ يعني مش هيقعد هنا في الدنيا ولا دقيقة واحدة، ده قبل مباشرة عند الله، رايح يعني ذاهب لك في الجنة، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. قال يا رسول الله فاجعلها في من شئت. قال لا، اجعلها في أبناء عمومتك. فقسمها أبو طلحة في أبناء عمومته. طيب أبو طلحة غني جدا وعنده أموال كثيرة، لكن أحب شيء إليه يا بيروح، في حد مننا يقدر يتصدق بأحب ما يملك؟ مرحلة عالية جدا في الصدق، ما نقدرش نبلغ هذه الدرجة خالص خالص في حالة. إذا مراتب التفاعل مع القرآن
ليها حالة من المعايشة الأول. إحنا محتاجين نتعايش مع القرآن حتى نستشعر كل هذه البركات التي استشعروها ودفعتهم إلى أن يفعلوا ما فعلوا. فربنا بيتكلم عن حال الأتقياء، يقول ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. فربنا يقول لهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني كل اللي عملوه تفاعلا بالقرآن واستجابة لأمر الله عز وجل الذي أنزل في كتابه يوم هيؤجروا عليه مرتين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، أو في الدنيا حسنة، يوم ربنا يعود عليهم بالحسنة في الدنيا حسنة. طب وحسنة ربنا غيرنا خالص، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله زيه كده، لا هو خيرا وأعظم أجرا. ولا دار الآخرة خير، وفي الآخرة الجنة، ولا نعمة دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. يعني هو اقتصر على ذكر نعيم في الجنة، إنه قال إيه؟ لهم فيها ما يشاءون وخلاص. طب ترجمة لهم فيها ما يشاءون دي إيه؟ ما رواه أحمد في المسند والبيهقي في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملأ من أهل الجنة ليكونوا جلوسا فتغشاهم سحابة في الجنة فينظرون إليها فما تمنى أحد منهم شيئا إلا وقع بين يديه، حتى إن أحدهم لا يقول لها أمطرينا كواعب أترابا فيكون له ذلك. يعني حاجة كده فيش بعد كده، مجرد بس ينظر للسحابة وتشتهي فتمطر عليه. كل واحد بقى اللي بشتهي أكل ينزل، واللي بشتهي شراب ينزل، واشتهي قصور سبحان الله. فقال لهم فيها ما يشاءون، بين لك بس سهولة الأوردر كده والطلب والتمني. طيب كذلك يجزي الله المتقين. يقوم أنت لما تقرأ الآية دي كده تتفاعل معاها، تستشعر حالة من حالات الشوق، صح ولا إيه؟ تقول يا سلام على الخير ده والنعيم ده. فربنا يقول لك إيه بقى؟ يقول لك الشوق ده بدايته هتشوفه فين؟ عند الاحتضار، ساعة الموت. فيقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يعني ايه طيبين؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيقول قد طابت أنفسهم وقلوبهم وبرأوا من كل شيء، فقد نقوا من الشرك والضرر باطنا، ونقوا من الآفات والعيوب ظاهرا. حتى الناس المرضى دول، المريضين مرض شديد، اول ما تجيله كده لحظه الاحتضار ليه خلاص فات كده. انا شفت يعني ابويا الله يرحمه كان مريض بالسرطان لما مات، فلما جه الموضوع خلاص بقى حل بيسر، خلاص بقى تحس انه البدن اتغير والوضع اتغير وكان في قوه وفي صحه وفي حاله كده من الاقبال. طيب نسال الله ان يجعلهم منهم. فبيقول ايه طيبين؟ نقوا باطنا من الشرك، يعني عوفوا وسلموا من كل الآفات والعيوب ظاهرا وباطنا. وبعدين ايه؟ يقولون سلام عليكم. مين اللي هيقول لهم سلام عليكم؟ ملائكة. فدي اول البشريات كما يقول ابن القيم، ان المؤمن في لحظة الاحتضار يوم يجيله الملائكة يبشرونه بما عند الله، فتجد أكثر المؤمنين يبتسمون، ولو لم يبتسموا عند الاحتضار لنظرت إلى وجوههم حسبتهم نياما لما على قلوبهم من السكينة والطمأنينة. في حالة من السكينة حصلت لهم، لدرجة إن في واحد يقول له فلان مات، يروح كده يبص يقول له ده أنا حاسس إنه نايم مش ميت. ما فيش حالة من الفزع، في حالة من الهدوء النفسي والسكينة. ليه؟ لأن الملائكة جت لهم في هذا الموطن وطمأنتهم، طمنتهم بحاجتين، بما هو مقبل عليه وبما هو تارك. والإنسان لما يحمل هم الموت كده اللي بيفكر فيه يقول إيه؟ هسيب مراتي وعيالي مين؟ وهسيب مش عارف إيه مين؟ صح كده؟ في حاجات وراه بيخاف عليها، في حاجات هو مقبل عليها مش عارف هو رايح فين؟ رايح لجنة ولا النار ولا لرضوان الله ولا غير ذلك. فالدور الملائكة أنها تطمنه في هذه الحالة، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فقالوا الخوف
اضطراب النفسي لما يستقبل، وانت خايف من شيء مقبل عليه ده مستقبل، والحزن اضطراب النفسي لشيء مضى. فجنهم بتطمنوا وتقول لهم ما تخافوش على اللي انتوا سايبين وراكم، ده ربنا هيخلفكم بصلاحكم وبتقواكم فيمن تركتم خيرا. لدرجة ان كما يقول بعض السلف ان كل واحد يطمن على، تخيل انت تبقى عارف ولادك بقوا ايه، هيبقوا ايه، حتى لو انت سبتهم كده تبقى عارف خلاص ده اللي هيبقى حافظ للقرآن، وده اللي هيبقى مش عارف ايه، وده اللي هيبقى دكتور في ايه، كأنك خلاص شفت منتهى اعماله في الدنيا وطمنت عليهم كده في اللحظة دي. وبعدين واللي انت رايح له بقى لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، سلام عليكم، السلام من كل مكروه، من كل خوف، من كل ألم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذا التفاعل مع القرآن على هذا النحو، التفاعل الذي يوقف التقوى وهي اجتناب المعاصي ويحرض النفس ويحثها على الاستزادة من الطاعات وأفعال الخير، عاقبته هذه العاقبة الجليلة اللي هي خلاص بقى تلاقي كده الإنسان اللي بيستكثر من الصالحات عنده حالة من السكينة ولا يهب ولا. وشفت حد من مشايخنا بيقول يعني كان من أكثر الناس ملازمة للقرآن، في أي وقت فراغ كده تلاقيه طلع المصحف وخلاص هي دي حالة. فيقول مرة كنت في طيارة والكابتن بتاع الطيارة قال إن في اضطراب معين حصل في محرك بتاع الناس، حالة من الذعر ونزلت الأقنعة وبدأوا يعملوا، قال والله أنا ولا نزلت أقنعة ولا شعرت بحاجة أصلا، أنا رحت مطلع المصحف وعدت أقرأ كعادتي، وعدى ربع ساعة كده والأمر كله رجع تمام والناس دي. بس في الربع ساعة دي بتبان بقى بتبان الأحوال. قلت له مولانا يعني الواحد لو مكانك كان يعني خلاص. إنما السكون ده والهدوء والطمأنينة بيجيبوها منين؟ ده نتاج أعمال طويلة وسكينة القرآن، عشرة بقى في بينه وبين القرآن عشرة ونسب ومحاكاة ومعايشة. وهذا ما عز في هذا الزمان، يعني ده بقى شيء نادر دلوقتي، بقى شيء نادر للأسف. فنسأل الله يعني نسأل الله أن يحيي قلوبنا بذكره وأن يعلق قلوبنا بكتابه وبوحيه وما أنزل إلينا فرقان وهدى ونور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله.